علشان تشتري شقة في مصر في مكان كويس لازم يكون معاك مبلغ، لا مبلغ محترم. ايوه بالظبط كده، يا اما تتشارك مع حد وتشتري حتة ارض وتبنيها، كل واحد ياخد شقة تسكن فيها تسيبها استثمار انت ومزاجك، ولو مش فاضي او ما عندكش الشركة دول سيب الموضوع علينا احنا نظبطها لك. لان دلوقتي مع مبادرة اختار شقتك مهندس وليد احمد هنبني لك شقة بسعر التكلفة، يعني انسى اسعار السوق المبالغ فيها. طيب هتقولي ازاي؟ اقولك، هنجمع اشخاص عندهم رغبة في بناء شققهم زيك بالظبط، ونختار الارض بعد دراسة السوق ودراسة الجدوى ونحدد التكلفة. لو اتفقنا هنشتري وهنسجلها باسمائكم كلها، والتكلفة هتكون عبارة عن دفعات متفق عليها مسبقا في عقد موثق حسب سير ومواعيد العمل. طب ليه المبادرة افضل ليك؟ لان مفيش ارباح للتاجر، انت اللي بتبني بفلوسك، ومفيش ارباح على اقساط السداد، ولا في وسيط بينك وبين شقتك. عجبك الكلام؟ تعال بقى اقولك ازاي تضمن حقك. الارض زي ما قلنا هنشتريها باسم كل الملاك، وكذلك الترخيص والمرافق. توزيع الوحدات هيكون بأسبقية الحجز داخل المبادرة، والأهم إن في المبادرة فريق كامل ومتخصص كل واحد في مجاله من محامين ومحاسبين ومهندسي إشراف، علشان تضمن حقك القانوني والحسابات تكون مظبوطة، والأهم جودة التنفيذ، لأنك هتستلم من مهندس مش مقاول. وبكده تكون شقتك قسط أقل من سعر الكاش وأقل من سعر السوق بمراحل. يلا مستني ايه؟ اتصل الان واحجز شقتك من خلال الارقام التالية، وتقدر تسجل من خلال موقعنا اختارشقتك.com، او شرفنا في المقر 14 عمارات التوفيقية شارع يوسف عباس امام نادي الزهور مدينة نصر. اختار شقتك، مهندس وليد احمد، اختيارك الامثل.